بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم أبنائي الأعزاء تلاميذ السنة الخامسة ومع حل هذه الوضعية الإدماجية، ولكن قبل ذلك سأعيد قراءتها وأخذ كل المعطيات التي أحتاجها للحل. أيضا سأسطر على بعض الكلمات التي تساعدني على حل هذه الوضعية بدون خطأ. إذا أول شيء، يستقبل مصنع الجبن 60 برميلا. أحتاج إلى هذا العدد، 60 برميلا من الحليب الطازج يوميا، يعني كل يوم يستقبل 60 برميلا. سعة البرميل الواحد 200 لتر. جيد. إذا هذه البراميل كل برميل سعته 200 لتر. يستعمل العمال 12 لترا من الحليب لصنع كيلوغرام واحد، يعني كل 12 لترا من الحليب يصنع كيلوغرام واحد. كل 12 لتر يصنع كيلوغراما واحد. إذا السؤال الأول، ما هي الكمية التي أنتجها المصنع في شهر جانفي 2015، علما أن المصنع في عطلة لمدة 5 أيام، يعني شهر جانفي. شهر جانفي، حساب سريع ومعرفة. هناك معلومة درسناها في الأشهر، مدة الأيام وعدد الأيام، عدد الأيام الموجودة في كل شهر من أشهر السنة. هنا سأستحضر هذه المعلومة. وعلما هناك بعض المعلومات، علما أن المصنع في عطلة. لاحظوا ما هو عدد الأيام في شهر جانفي، ولكن هناك عطلة 5 أيام. ننتبه جيدا، هناك عطلة 5 أيام. ننتقل الآن إلى الجزء الآخر. هل الكمية التي أنتجها المصنع في شهر فبراير، انتقلنا من شهر جانفي إلى شهر فبراير الذي يليه مباشرة من نفس السنة، يا ترى ماذا قالوا لنا من نفس السنة؟ من نفس السنة يعني 2015. 2015 من نفس السنة. أعيد، هل الكمية التي أنتجها المصنع في شهر فبراير من نفس السنة، يعني في 2015، تفوق عندما نقول تفوق، هناك كلمة مفتاحية تساعدنا على شيء ما نقوم به. أعيد، هل الكمية التي أنتجها المصنع في شهر فبراير من نفس السنة، يعني 2015، تفوق إنتاج الشهر الذي قبله؟ ما هو الشهر الذي قبله؟ هو جانفي. هل تفوق إنتاج الشهر الذي قبله، علما أن المصنع أيضا في عطلة لمدة 5 أيام؟ يعني ممكن هناك جمعة لا يعمل المصنع مغلق، يعني العمال عاطلون في يوم الجمعة بالنسبة إليهم، فممكن 5 جمعات في ذلك في تلك السنة، يعني فبري 2015 هناك 5 جمعات، يعني 5 أيام عطلة. نكمل الجزء الأخير. كان إنتاج شهر مارس، جميل جدا، كلمة مفتاحية أيضا، يعادل. ما معنى يعادل في اللغة العربية؟ تساعدنا لمعرفة بعض الرموز في الرياضيات. كان إنتاج شهر مارس يعادل إنتاج شهر جانفي. جيد. أما أبريل، شهر الرابع، فكان الإنتاج يقدر بثلث. كلمة مفتاحية أيضا، ثلث، واحد على ثلاثة، درس الأصول. ثلث ما أنتجه المصنع في الثلاثي الأول. في الثلاثي الأول، ما معنى الثلاثي الأول؟ جانفي، فبراير، مارس. ما معنى ذلك؟ يعني أبريل، إنتاج أبريل،
الشهرين هو ثلث ثلاثة أشهر، الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر من نفس السنة طبعاً. أكمل الجدول الآتي. جميل جداً، هذه الوضعية رائعة رائعة، فيها الكثير من المعلومات، وسنحلها بإذن الله جزءاً جزءاً. الحل النموذجي الآن، والسؤال الأول الذي لم يطرح في الوضعية ولكن كان من المفروض أن تبحثوا عنه لتجيبوا عنه، هو ما هو أو ما هي كمية الحليب التي يستقبله المصنع، الذي يتلقى المصنع يوميا؟ قلنا يستقبل المصنع الجبل 60% من الحليب الطازج يوميا، سعة البرميل الواحد 200 لتر. إذا ما هي العملية؟ إذا العملية هي 200 × 60 ويساوي، العملية ننجزها مباشرة بحساب ذهني، 1 × 3 × 3 × 2 × 6 = 12. إذا كما نلاحظ المصنع يستقبل 12,000 لتر من الحليب يوميا. إذا يستقبل المصنع يوميا. إذا هذا بالنسبة لليوم، لكن في الجدول ماذا نبحث؟ نبحث عن الإنتاج الكلي ليس للحليب وإنما للجبن. الإنتاج بالكيلوغرام ليس إنتاج الحليب، لأن المصنع لا ينتج الحليب، يتلقى الحليب فيحوله إلى جبن. نحتاج إلى معطيات في هذه المرحلة بالذات، لكن المعطيات موجودة في الوضعية. يستعمل العمال 12 لترا من الحليب لصنع كيلوغرام واحد. إذا ما هي المعلومة؟ ماذا درسنا؟ ماذا سنوظف الآن؟ ماذا سنوظف؟ 12 لترا يعطينا من الحليب طبعاً، من الحليب الطازج، من الحليب يعطينا 1 كيلوغرام من الجبن. ولكن ليس لدينا 12 لترا فقط، لدينا 12,000 لتر. يعني لدينا هنا 12,000 لتر، فكم يعطينا؟ إذا ماذا نوظف؟ نوظف درس التناسبية. إذا هنا درس التناسبية بطريقة بسيطة جدا. لماذا؟ أن لدينا الوحدة، لدينا الوحدة. إذا لاحظنا مباشرة بسيطة جدا، نلاحظ فقط ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن العدد الأول بالنسبة لكيلوغرام واحد نحتاج إلى 12 لترا، 12 لترا، ولكن يستقبل يوميا 12,000. 12,000 يعني 12,000 لتر، ليس 12 لتر. مجرد سماع 12 لتر يعطينا كيلوغرام، 12,000 لتر يعطينا. ما هي الكلمة عند السماع أو عند النطق؟ ما هي الكلمة الزائدة؟ ألف. ألف. إذا مباشرة، إذا 12 كما نلاحظ، 12 تؤدي إلى 1، 12 تؤدي إلى 1، ولدينا 1, 2, 3 أصفار، وبذلك ينتج المصنع 1,000 كيلوغرام من الجبن، 1,000 كيلوغرام من الجبن عن طريق التناسبية. إذا نكتب يصنع أو ينتج. هل وصلنا إلى السؤال الأول الذي طرح علينا؟ لم نصل بعد. قالوا في الجدول إنتاج في شهر جانفي، إنتاج في شهر جانفي. إذا نوظف، نفكر الآن، ما عدد الأيام في شهر جانفي؟ نعرف المعلومة منذ السنة الثانية، 31 يوما. هل المصنع عمل لمدة 31 يوما
في هذا الشهر في شهر جانفي. معلومة المعطيات قالوا أن في هذا الشهر تعطل المصنع لمدة 5 أيام. تعطل يعني ليس عطل وإنما عطل بالأسبوع، نهاية الأسبوع 5 أيام لم يعمل فيها العمال. إذن ما هي العمل التي نقوم بها الآن قبل البحث عن الإنتاج الكلي لهذا الشهر؟ إذن 1 و30 ناقص 5 ويعطينا 26 يوما. إذن في شهر جانفي المصنع أنتج جبنا لمدة 26 يوما. 26 يوما في هذا الشهر مباشرة. كل يوم ألف. هناك تكرار، والتكرار يؤدي إلى عملية الضرب، وهذه العملية أيضا بسيطة جدا. إذا كان في اليوم الواحد ينتج 1000 ولم يعمل يوما واحدا في الشهر بل 26 يوما، لضرب عدد. هنا نوظف درس ضرب عدد في 10 في 100 في 1000 عفوا في 10 في 100 في 1000 في 10000 في 100000 إلى غير ذلك. ماذا نفعل؟ نضيف الأصفار. نكتب هذا العدد 1, 2, 3, 26,000 كيلوغرام. إذا أنتج وبذلك نستطيع أن نملأ الجدول. إذا الجدول ماذا يقول؟ الجدول هنا جانفي الإنتاج هو 26,000 كيلوغرام. إذا هذا بالنسبة للسؤال الأول. ننتقل إلى الجزء الثاني. هذه الكمية التي أنتجها المصنع في شهر فبراير من نفس السنة 2015 هو عدد فردي، يعني مستحيل أن يكون شهر فبراير عدد أيامه 29، مستحيل. إذا 28 في هذا السنة، في هذه السنة عفوا، في هذه السنة كان على أيام فبراير و 28 وخمسة أيام فقط عطل. فما هو عدد الأيام الذي عمل فيها العمال؟ بسيطة وحسبتها أيضا. 28 ناقص 5 يعطينا 23. بنفس الطريقة لدينا المعلومة 1000 كيلوغرام. إذا 1000 نعم عفوا في 23 يساوي 23,000 كيلوغرام في شهر فبراير. ونكتب أنتج المصنع 26,000 كيلوغرام من الجبن في شهر فبراير. هنا في شهر جانفي وهنا في شهر فبراير. إذا سنكتب الإنتاج بالنسبة